Bunuz bir Almancı. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قالوا طيرنا بكم لم تنتهوا لنرجو معكم أيذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين من دوني آلهة إني إذا الذي آمنت بربك فاسمعون في نفس الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويقول لما جميع لدينا محضرون وآية الأمور بيت أحينا وخرجنا منها حينا وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجر كور سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبدر ولا يعلم ويتلم الليل والنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجد مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى على العرجون القدر لا الشمس ينبغي لها تصبحون ويتلم أن حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون نشأ نورك فلا سوف لمرهم ينقذون إلا رحمة من ومتاع إلى حين وإذا خلصتكم وبين ذكر ما خلق لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم ما كانوا عنها معرضين وإذا قلهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين آمنوا نطعم إن شاء الله وطعمنا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر إلا صيحة واحدة فيأخذهم يخصمون فلا يستطيعون طوله ولا إلى أهل يرجعون ونفق بصدر من الأعزاء إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من وعد من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلا صيحة واحدة فإذا لدينا محضر فاليوم لا أكون منفسا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في صفة وذكر على الأراك متكئون فيها فاكر ولو ما يدعون سلام قول من رب رحيم تاب اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليك يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا يا صراط المستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم وعد اسمها اليوم بما كنتم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتتبعون بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فسبقوا صراط أنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانهم وصدهم وجهم ولا يرجعون من يعملوا الناس في خلقها فلا يعقلون وعلمنا الشعر وما ينبغي لأنه إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من يعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أن خلق